مش طالب مني غير ان يكون في بينا علاقه عاديه، يعني علاقه صداقه على الاقل. صداقه؟ مش يمكن هو محتاجك في الوقت ده اكتر من اي وقت تاني؟ مش عارف. الحب الحقيقي عمره ما يموت ابدا. الساعه 12:45. بسرعه. انا كنت جاي علشان اقدم لحضرتك استقالتي. ليه؟ استقالتك؟ الاهم انك تراعي الناس وصحتهم. هو انا المفروض اسيب المستشفى تخسر؟ انت اللي حطيتنا في الوضع ده يا ابراهيم. انت ازاي يا استاذ تسمح بالمسخره دي تحصل هنا؟ انا هرفع عليك قضيه. ايه ده؟ انت حطيتيها في القصب الهوائيه؟ حد يعمل كده؟ وجوده هنا في خطوره على حياته. عم تحكي عن الخطوره؟ لزمتها ايه بس التحاليل يا دكتور ماجد؟ بابا انا خالد. خالد. أنا لازم أخرج من هنا، أنا لازم أخرج من هنا يا دكتورة، مش لازم يعرف إن أنا هنا. قلت لك قبل كده 100 مرة مش هقبل. ماما هيموتوني، هيموتوني. حمشي نفسي. كده رايح من هنا. أنا اتغيرت، أنت فاهم ولا لأ؟ عايزه افضل معاكم عشان ماليش بيت غير هنا. عارفه اني بحبك. اتمنى انكم تفكروا في الكلام ده كويس وتتعاملوا معاها بالطريقه الصح. انت تبعد خالص عن اوضه العمليات الفتره اللي جايه. في حاجه اسمها مرض لسه بندور له على علاج. دكتور جلال، حضرتك اتدخلت في الحاله بتاعتي من غير ما تستاذني. ان شاء الله هنلاقيه.